أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الفندقي النهارده معانا تابع موضوع عقد الإقامة وهو كان الموضوع الأول في منهج الترم الثاني لمادة الأمن المهني تعرفنا قبل كده ما هو عقد الإقامة وما هو تحليل عقد الإقامة والنهارده طبعا هنشوف ما هو عقد الاقامه؟ احنا اتفقنا ان عقد الاقامه دوت طبعا مش من العقود اللي بيتناولها القانون، يعني انا لو طالبه في كليه الحقوق مش هتناول هذا العقد في مواد او دراسه كليه الحقوق، لكن هو عباره عن مجموعه من العقود التي نصت عليها الاعراف والعقود وال اللي بيتناولها الناس مش تابع كليه الحقوق ولا مواد كليات الحقوق، انما هو عباره عن مثلا ما بين النزيل والفندق هو طبعا النزيل لما بيجي عندنا في الفندق ويحجز الغرفه ده يعتبر اسمه عقد الاقامه عندنا تناول عقد الاقامه منذ القدم التقنين البرتغالي وفي العصور الحديثه القانون السوداني لكن في العصور السابقه كان التقنين البرتغالي يطلق عليه عقد الفندقه وليس عقد الاقامه اما حديثا القانون السوداني تناوله باسم عقد الاقامه اللي احنا بندرسه الان يبقى عقد الاقامه هو اتفاق ما بين النزيل والفندق على ان النزيل بيقعد عندي وبياخد الغرفه وبياخد كل الخدمات اثناء الاقامه بتاعته يبقى انا عندي عقد الفندقه اللي اتكلم عنه التقنين البرتغالي ان يلتزم شخص بان يطعم ويأوي او يأوي فقط شخص اخر نظير اجر معلوم لازم طبعا النزيل وهو جاي عندي. بيبقى على معرفة ودراية كافية بأنه هيدفع مبلغ معين نظير إقامته في الفندق نظير أنه هيأخذ غرفة أو جناح وهياخد خدمات إضافية كمان فلازم يكون على معرفة ودراية كافية يعني أول ما بيجي عندي وبيكتب العقد بياخد المفتاح بتاع الغرفة اسماء هذه ان انا بسلمه المفتاح كمان بسلمه كارت الكارت ده بيحتوي على جميع المعلومات اللي بيبقى عايز يعرفها من سعر الغرفه من مواعيد الوجبات من كافه المعلومات اللي بيبقى عاوز يعرفها بتبقى في الكارت اللي هو بياخده اثناء ما بيجي يعمل معايا عقد الاقامه يبقى أول القوانين كان القانون البرتغالي وبعد كده كان القانون السوداني بعد كده احنا عندنا عقد الاقامه بيحتوى على بنوت عديده بيحتوى يعنى زى الماتش مثلا انا لما بيبقى فى ماتش عندى بحلله فى استوديو تحليلى بيحلل هذا الماتش من جميع النواحي إحنا دلوقتي زي الماتش بالظبط بناخد عقد الإقامة وبنحلله إلى بنود عديدة، أول هذه البنود إنه عقد الإيقار، الإيجار، عقد الإيجار يعني إيه الإيجار؟ إنه بيأجر لي غرفة، بيأجر لي جناح على حسب مستويات النزلاء عندي في نزيل بياخد غرفة، في نزيل بياخد جناح وهكذا، يبقى أول حاجة هو عقد الإيجار، عقد الإيجار هو بيأجر لي الأشياء والخدمات مقابل مادي ولازم كلمة مقابل مادي دي يكون على معرفة كافية منها النزيل وطبعا بيتناولها اشراف الدوله الكامل يعني انا ما عنديش اصحاب الفنادق هم اللي هيحطوا الاسعار ما عنديش اصحاب شركات السياحه اللي هتحدد لي الاسعار لا طبعا الاشراف الكامل للدوله على هذه الاسعار 2 عقد البيع هو الفندق عندي طبعا لازم هيبيع حاجات للنزيل هل النزيل بيجي يقعد عندي بس لا طبعا بيستخدم المطعم بيستخدم قاعة الحفلات بيستخدم كل هذه الخدمات وبيعتبر عقد البيع لان انا ببيع له, انا صاحبة الفندق ببيع له هذه الخدمات مقابل اجر معين عقد الوكاله يعني ايه الوكاله يعني زي طبعا مثلا انا لو حد عنده مشكله بيروح للمحامي بيوكله عن مشكلته وبيخليه هو اللي بيتناول هذه المشكله بالظبط دلوقتي زيها بالظبط ان النزيل بيجي بيوكل كل العاملين على خدمته يعني انا موكله كل العاملين على تنفيذ كل طلبات النزيل مادام في ما هذه الطلبات في حدود القوانين اللي احنا عارفينها أربعة عقد الوديعة طبعا النزيل بيجى عندى ما بيبقاش جاى فاضى لا ده بيبقى جاى من سفر ممكن السائحين بيجوا من بلاد بعيدة فلازم هيكون معاهم الامتعة الحقائب لازم يكون النزيل على طمأنينة كافية بأن كل امتعته كل حقائبه كل حاجته الثمينة بيكون على اطمئنان كامل فى الفندق عليها وانه بيكون الفندق متوكل بأنه يحافظ على هذه الامتعة على قدر كبير, كبير. خمسه عقد النقل النقل طبعا انا عندي الفندق بيبقي متوكل انه بينقل السائحين من المطار الي الفندق او من او من الفندق الي المطار فهذه الخدمه لازم تكون متوفره في الفندق علشان تلبي كل رغبات السائحين سته عقد العمل ان انا بقدم الخدمات انا عندي كافه العاملين بيكونوا زي ما اتفقنا انهم علي اهبه الاستعداد لتنفيذ كافه طلبات النزلاء. سبع عقد المقاوله انا عندي طبعا المطبخ اللي في الفندق بيجهز لي الوجبات فبيدخل مواد خام بتكون في صوره معينه وبتخرج لي في المطعم بصوره اخرى على هيئه الوجبات اللي بيتناولها السائحين او النزلاء فدي تعتبر عقد المقاولة ان وجبات بتدخل على صوره مواد خام فبتخرج لي بصوره اخرى وهي الوجبات التي تقدم للنزلاء يبقى انا لو حللت عقد الاقامه اللي اتفقنا عليه هيجيني بنود عديده من اهمها عقد الايجار عقد البيع عقد الوكاله. عقد الوديعة وعقد النقل وعقد العمل وعقد المقاولة. يعني عقد الإيجار هو بيع الأشياء مقابل مادي معين. عقد البيع وهو بيع البضاعة للنزلاء من أغذية ومشروبات. عقد الوكالة إن العاملين بيقوموا بتنفيذ أوامر النزلاء. عقد الوديعة بأن الفندق يحافظ على أمتعة النزيل وعقد النقل إن الفندق ينقل أمتعة النزيل من الفندق إلى المطار أو العكس. عقد العمل ان احنا بنقدم الخدمات للنزيل وعقد المقاوله وهو اعداد الغذاء للنزيل بعد كده لو هنتعرف على تعريف عقد الاقامه هنقول هو اتفاق هو اتفاق بين النزيل والفندق بيلتزم الفندق انه يمكن النزيل من الاقامه والماكل والخدمه مده معينه لقاء اجر معلوم لازم طبعا النزيل لما بيجي عندي وبيحجز الغرفه بيعلمني بميعاد انه هو هيمشي امتى يعني بيقولي انا هحجز اسبوع هحجز اسبوعين وهكذا ما ينفعش انها يعملها مده مفتوحه في هذه الحاله لازم هاخد الاجر عن كل يوم من ايام الاقامه لانها مش محدده ليه علشان ما تتراكمش الفواتير وتتراكم الاموال على النزيل يبقى لو النزيل جاي وبيقول انا هحجز اسبوع او هحجز فتره معينه بيكون كويس لكن لو قال لنا انا هحجز مده انا مش عارفها ففي هذه الحاله على اداره الفندق انها تحاسب النزيل يوم بيوم يبقى هو اتفاق بين النزيل والفندق بيلتزم الفندق بانه يمكن النزيل من الاقامه والماكل والخدمه مده معينه لقاء اجر معلوم واتفقنا ان الاجر المعلوم دوت لازم بتحدده هيئه تابعه للاشراف الدوله يعني ما ينفعش اصحاب الفنادق من تلقاء انفسهم انهم يقولوا انا هحدد اسعار الغرف عندي لكن دي لوائح وحاجات تابعه للدوله والاشراف الكامل عليها طب أنا عندي عقد الإقامة ده زي أي عقد في الدنيا لازم يستند على أركان معينة ما هي هذه الأركان هي الرضا مدة الإقامة والأجر والمحل يبقى الرضا مدة الإقامة والأجر والمحل دي أربع عواميد يستند عليها عقد الإقامة يبقى تاني تعريف عقد الإقامة هو اتفاق بين النزيل والفندق بيمكن الفندق للنزيل الإقامة والمأكل والمشرب مدة معينة لقاء أجر معلوم واتفقنا أن الأجر المعلوم بيشرف عليه الإشراف الكامل للدولة والمدة لازم يكون النزيل محددها وإذا لم تحدد ففي هذه الحالة فسوف يحاسب النزيل يوم بيوم على الإقامة بتاعته والأركان قلنا أربع أركان مهمين الرضا مدة الإقامة والأجر والمحل، ما هو الرضا؟ أنا عندي الرضا نوعين، الرضا عندي نوعين هو ممكن نعبر عنه بتعبير صريح أو تعبير ضمني، ما هو التعبير الصريح؟ إذا اتفق الفندق والنزيل شفاهية أو عن طريق المراسلات. في مراسلات ما بين الفنادق وشركات السياحه بتقول الفنادق ان انا خلاص انا عندي غرف فاضيه فعلى شركات السياحه انها تعمل لها جروبات سياحيه وبتجيب لها اعداد من النزلاء الى الفندق يعتبر هذا التعبير صريح عن طريق مراسلات عن طريق مراسلات اما التعبير الضمني وهو ان الفندق بيعمل لي دعايه واعلان في كافه الاماكن زي المجلات والجرائد والنت وكل هذه الاماكن علشان يقول لنا ان انا عندي غرف فاضيه وعلى السائحين والنزلاء انهم يتجهوا الى هذه الفنادق انهم ايه يحجزوا فيها يبقى انا عندي الرضا ممكن نعبر عنه بتعبير صريح او تعبير ضمني التعبير الصريح اذا اتفق الفندق والنزيل شفاهيه او عن طريق المراسلات اللي بتتم ما بين الفنادق وشركات السياحه وممكن يكون التعبير ضمني عن طريق الدعايه والاعلان في الصحف والمجلات او عن طريق النت او اي وسيله من هذه الوسائل بعد كده ممكن نتعرف على الركن الثاني وهو المدة اتفقنا ان المدة لازم تكون محددة انا كنزيل بروح الفندق ببقى عارفة هقعد وهحجز مدة قد ايه يوم يومين اسبوع اسبوعين وهكذا فاذا لم تحدد قلنا على ادارة الفندق بانها تعمل حسابات يومية او كل فترة صغيرة علشان ما تتراقمش الفواتير على النزلاء يبقى مدة الاقامة ان يعقد لمدة محددة في الفنادق والبنسيونات تحدد المده بمكاتبات قبل وصول النزيل طبعا في الفنادق العاليه او ذات الخمس نجوم بتبقى عندها مراسلات ما بين شركات السياحه وما بينها بتبقى عارفه الجروب السياحي ده هيقعد عندي كام يوم او كام اسبوع فبتبقى متحدده قبل وصول الفوج السياحي ثلاثه اذا لم تحدد مده الاقامه تدفع الاجره يوميا أربعة الإختار عن السفر يتم قبل يوم السفر ودي نقطة مهمة ليه بقى؟ علشان ممكن يجي لك علل ليه أنا بختر الفندق أن أنا هسافر بكرة قبل السفر بيوم طبعا علشان الفندق يعمل استعداده أنه خلاص الغرف دي هتبقى فاضية وبيعمل استعداده أنه يعلن عنها ويعمل الدعاية الكافية عنها أنها علشان تستقبل سائحين أو نزلاء آخرين خمسه يجوز فسخ العقد لظروف طارئه طبعا هنتعرف كمان شويه ما هي الظروف الطارئه اللي بتستدعي صاحب الفندق انه يفسخ العقد ما بينه وما بين النزلاء يبقى كان اول ركن من اركان عقد الاقامه كان الرضا ويمكن التعبير عنه بطريقه ضمنيه وبطريقه صريحه وتاني ركن كان مده الاقامه. انه لازم يكون محدد بطريقه معينه ان النزيل بيجي ويقول لي انا هحجز فتره معينه او عن طريق المراسلات ما بين شركات السياحه والفنادق هتقول لي ان انا هبعت لكم الفوق هيقعد قد ايه عندكم واذا لم تحدد هذه الفتره فسوف يعمل او تعمل اداره الفندق على محاسبه النزلاء يوميا علشان ما تتراكمش الفواتير على النزلاء وبعد كده طبعا انا لو هسافر بيبقى طبعا السفر لازم يخطر اداره الفندق انه يتم السفر قبل السفر بيوم علشان الفندق يعمل استعداداته الكافيه على ان الغرف دي هتبقى فاضيه ويعمل لها الدعايه المناسبه واخيرا ان في ظروف طارئه هيتم فيها فسخ العقد هنتعرف عليها كمان شويه ثالث <applause> ركن من اركان عقد الاقامه وهو الاجر يعني ايه الاجر يعني المصاريف يعني النزيل هيدفع لي تمن ايه بالظبط هو بيجى عندى طبعا بيحجز الغرفه فى طبعا الغرفه ما بتبقاش بس لا طبعا ده فى خدمات بيحصل عليها النزيل كل هذه الخدمات وكل هذه الحاجات اللى بيستمتع بها النزيل لازم يحاسب عليها ويدفع عنها اجر او مصاريف اولا تمن المسكن طبعا المسكن ده بيشمل النفقات اثناء الاقامه مثل الماكل والمشرب وغيره طبعا النزيل مش هيقعد عندى من غير ما ينزل المطعم وياخد كل الوجبات اللى هو عاوزها فطبعا التمن مش هيبقى شامل المسكن فقط ولكن هيشمل كمان مصاريف الماكل والمشرب الحساب الختامي للفاتوره بتشمل كل حاجه حصل عليها النزيل اثناء الخدمه بتاعته او اثناء الفتره الاقامه بتاعته مش المسكن فقط لا احنا قلنا انه بيستمتع بخدمات بيقعد بياخد كل الوجبات اللي هو عاوزها في المطعم فسوف يحاسب عليها إذا تم ارسال الملابس بتاعته الى مغسله الفندق سوف يحاسب على هذه الخدمه فكل خدمه بيقدمها الفندق للنزيل لازم تكون نظير اجر معلوم وطبعا لازم النزيل يكون على درايه بهذه الاجر بهذه المصاريف علشان يبقى على علم كافي بيها زائد مقابل الخدمه يعني ايه مقابل الخدمه اللي هو 10 في من المصاريف بتاعت الفاتوره بتعتبر خدمه بدل خدمه او مقابل خدمه مصاريف الاقامه بتحددها القوائم التي تخضع لاشراف الدوله زي ما اتفقنا ما ينفعش انا صاحبه الفندق انا اللي هحدد الغرف بتاعتي تمنها كام ما ينفعش طبعا من تلقاء نفسي ان انا هحط الاسعار بتاعتي لا لازم تكون بتبقى خاضعه لاشراف الكامل للدوله. وطبعا بدل الخدمه او مقابل الخدمه دي بتتوزع بعد كده على العاملين في الفندق وبتعتبر هامش ربح معين للفندق لازم يحصل عليه يبقى ثالث ركن من أرقان عقد الاقامه وهو الاجر او مصاريف الاقامه هو ثمن المسكن يشمل النفقات اثناء الاقامه مثل الماكل والمشرب وغيره الحساب الختامي للفاتورة تمن المسكن وباقي المصاريف وأيضا مقابل الخدمة يبقى دي الحساب الختامي بيشمل ثلاث حاجات هو تمن المسكن مصاريف الإقامة وبدل الإقامة أو بدل الخدمة مصاريف الإقامة بتحددها الهيئات أو القوائم الخاصة للإشراف الدولة ومقابل الخدمة دي بيتم توزيعه على العاملين داخل الفندق آخر ركن من أركان عقد الإقامة وهو المسكن. آخر ركن من أركان عقد الإقامة هو المسكن. ما هو بقى المسكن او محل الاقامه هو اني بمكن النزيل من غرفه او جناح لقاء اجر معلوم طبعا النزلاء مش كلهم مستويات واحده ممكن نزيل يقول انا عايز غرفه ممكن نزيل يقول انا عايز جناح على حسب مستويات النزلاء فلازم ان انا طبعا اعرف ايه مستويات النزلاء وايه طلبات النزلاء فطبعا همكن النزيل من الغرفه او الجناح لقاء اجر معلوم ويكون الغرض من التاجير مشروع طبعا طبقا للقوانين وللاداب العامه وان تكون الغرفه مفروشه بفراش سليم النقطه دي مهمه جدا ان أنا طبعا النزيل مش هيستلم الغرفه بتاعته الا اذا تم انه طلع وشافها وعمل يعني شيك عليها زي ما بنقول وعرف ان كل حاجه فيها سليمه طب اذا فرض وطلع مثلا الفو... النزيل الى الغرفه ووجد مثلا ان جهاز التكييف عطلان او جهاز تلفزيون عطلان او اي جهاز من اجهزه الاوضه عطلانه طبعا في هذه الحاله طبعا هيغضب وهينزل لاداره الفندق وعلى اداره الفندق انها تكسب تكسب الموقف دوت لصالحها بانها بتخفض من فاتوره النزيل وبتسترضيه كل الرضا علشان طبعا هي اللي بتبقى مقصره في حق من حقوق النزيل فطبعا لازم ان النزيل هيطلع ويشوف الفراش ولازم الفراش يكون متبع لدرجه الفندق ومستوى الفندق مش معقول ان درجه ان الفندق درجه اولى هيبقى زي الدرجه الخامسه هيبقى زي النجمه الخامسه وطبعا الدرجات مختلفه عن النجوم زي ما اتفقنا في ماده الاداره إن أنا عندي الفندق خمس نجوم بيختلف عن مثلا النجمه الواحده، فلازم تكون فراش الغرفه متفق ودرجه الفندق. <applause> يمنع من دخول الغرفه العاملين إلا باستئذان النزيل، درسنا في قسم الإشراف الداخلي إن أنا عندي قواعد معينه للاستئذان للدخول للغرفه، طبعا العاملين في قسم الإشراف هم المسؤولين المسؤوليه الكامله عن تنظيف وتجهيز الغرف، ولكن في حدود ما ينفعش إن أنا انا بشتغل فى قسم الاشراف ادخل الغرفه من غير استئذان لا طبعا لازم التزم بقواعد الاستئذان الكامله وان انا اختار الوقت المناسب للدخول لتجهيز الغرفه وتنظيفها اما في حالات ضروريه ممكن ادخل الغرفه بدون استئذان بس في هذه الحالات تكون حالات لا يمكن السيطره عليها مثل حدوث الماس الكهربائي او حدوث الحرائق او حدوث انفجار في ماسوره المياه ففي هذه الحاله ان انا ببقى عايزه الحق ما يمكن ان انقذ ما يمكن انقاذه واطلع الغرفه واعمل لها الصيانه الكافيه فطبعا مش هستاذن في هذه الحاله انما عمال الاشراف الداخلي لازم عليهم انهم يلتزموا بكل قواعد الدخول الكفل الكافيه ليهم لان النزيل مش هينفع ان هو مثلا يكون مش عاوز ينظف الغرفه دلوقتي وانا اهجم على الغرفه وانظفها بدون استئذان من النزيل عدم تبديل الاساس او تغييره الا في حاله حدوث الضرر مينفعش طبعا انا نزيل قاعد في الغرفه واستمتع بيها بكل حاجه وعاوزه انا كاداره الفندق اغير الاساس او الفرش مش هينفع طبعا هتبقى حاجه محرجه وحاجه مش لطيفه ان انا ادخل واغير الاساس او اغير اجهزه من اجهزه الغرفه فعدم تبديل الاساس لان طبعا خلاص النزيل اجر هذه الغرفه فعليه ان يستمتع كل الاستمتاع بكل فراش واجهزه الغرفه يبقى كان اخر ركن من اركان عقد الاقامه هو المسكن المسكن او محل الاقامه انه امكن النزيل للغرفه او للجناح لقاء اجر معلوم ان يكون الغرض من التاجير مشروعا طبقا للقوانين وطبقا للاداب المعروف عنها ان تكون الغرفه مفروشه بالفراش السليم وقلنا لازم تتفق مع درجه ومستوى الفندق يمنع من دخول الغرفة العاملين إلا باستئذان النزيل هناك حالات ضرورية لدخول الغرفة مثل الماس الكهربائي أو الحريق أو انفجار ماسورة المياه عدم تبديل الأساس أو تغييره إلا في حالة حدوث ضرر يبقى كده احنا أخذنا أركان عقد الإقامة اللي هو الرضا مدة الإقامة محل الإقامة ومصاريف الإقامة يبقى انا عندي الرضا كان يعتبر ان انا عندي تعبير ضمني وتعبير صريح انا قلت يعني ايه تعبير ضمني ان انا بعمل الدعايه والاعلان والتعبير الصريح ان انا بقول للنزيل او بقول لشركات السياحه ان انا عندي غرف لازم ان انا اتفق مع شركات السياحه انها تجيب لي افواج سياحيه بعد كده ممكن نتعرف على مشتملات عقد الاقامه مشتملات عقد الاقامه. يعنى ايه مشتملات عقد الاقامه يعنى انا النزيل بيجى عندى بياخد الغرفه بياخد الخدمات ما هى بقى الخدمات الاضافيه على الغرفه هي مشتملات عقد الاقامه وهي المنافع التي يتمتع بها النزيل زي الفراش اللائق ودرجه الفندق مش معقول ان النزيل هيطلع ما يلاقيش سرير ما يلاقيش كرسي ما يلاقيش تلفزيون ما يلاقيش اي حاجه من اللي هو عارف انه هيحصل عليه طبعا انا داخله الفندق وعارفه مستوى الفندق ونجوميه الفندق فهتوقع تلقائيا ان الغرفه هتكون مستواها عالي زي درجه الفندق فمن الطبيعي ان انا هطلع اشوف الغرفه وهلاقي انها مفروشه بالفراش السليم وبالفراش اللائق وبالخدمات بالخدمات اللائقه ان يتضمن السعر الحمام الخاص والتليفون والتكييف واتفقنا ان انا لو طلعت لقيت اي حاجه من هذه الاشياء فيها عطل او فيها حاجه محتاجه صيانه لازم طبعا ان انا اخطر اداره الفندق علشان حقي يعني يستجيب للحق بتاعي ويعمل علي تخفيض من فاتوره السعر بتاعتي علشان انا اتحرمت من خدمه كان لازم ان انا احصل عليها اذا اخطر النزيل الفندق باي ضرر يتم انقاذ ثمن الغرفه. إذا لم يكن حمام بالغرفة يلتزم الفندق بتمكين النزيل من الحمام العمومي لو طبعا الفندق درجته عالية لازم طبعا هتبقى الغرفة ملحق بيها حمام أما لو كان الفندق درجته قليلة شوية فهنلاقيه زي البانسيونات فيها الحمام العمومي ففي هذه الحالة لازم أمكن النزيل من الحمام العمومي استخدام حظيره السيارات والحديقه طبعا انا النزيل بيجي عندي بيقعد في الغرفه عليه انه ياخد كل الاستمتاع الكامل ليه فممكن ينزل يتريض في الحديقه يستخدم ملاعب التنس ملاعب الجولف اي هذه اي خدمه من اللي هو عاوزها تعتبر اسمها مشتملات عقد الاقامه فلازم ان هو يستمتع بيها حتى الجراش ممكن يستخدمه فكل هذه الاشياء بتكون مجابه للنزيل وبتكون تحت امره ما دام في حدود الحدود اللائق بها وان هو بيطلب حاجات عادي انه يطلبها يبقى مشتملات عقد الاقامه هي المنافع التي يتمتع بها النزيل مثل الفراش اللائق ولازم يكون مستواه زي درجه الفندق بالظبط ان يتضمن السعر حمام خاص وتليفون وتكييف ما ينفعش ان انا دفع سعر كبير واطلع ملاقيش تكييف اطلع الغرفه ملاقيش فيها كل الخدمات اللي انا ايه متوقع ان انا الاقيه اذا اخطر النزيل الفندق باي ضرر يتم إنقاص ثمن الغرفه علشان تعتبر سمعه طيبه للفندق ان انا خفضت السعر لان انا المسؤوله عن صيانه هذه الاشياء اللي إيه النزيل وجد انها فيها عيب او فيها اي ضرر. اذا لم يكن حمام الغرفة طبعا لازم الفندق أن يمكن النزيل من الحمام العمومي ولازم افتح حظيرة السيارات اللي هي الجراج والحديقة في أي وقت وتكون مجابة للنزيل وتحت أمر بعد كده الخدمة ما هي الخدمة ماذا يطلق على الخدمه هي الايجار للخدمات التي تدخل في عقد الاقامه يعني انا خلاص انا النزيل جه عندي حجز الغرفه طبعا الغرفه مش هيستمتع بيها بس طبعا انا لسه قايله انه هينزل يستخدم المطعم او حتى لو طلب الفطار بتاعه في الغرفه هجاوب على كل هذه المطالب بتاعته وهطلع له الفطار في الغرفه طبعا هتكون لمسه جماليه ان انا مش هاخد ثمن لطلوع الاكل للغرفه لكن طبعا انا هاخد ثمن الايه وجبه فهذه الحاجات واللمسات الطيبه على الفندق انه يتبعها علشان بيسيب سمعه طيبه للفندق فالفندق بيقوم بتذليل الصعوبات لراحه النزيل مثل الافطار في الغرفه بدون اي مبالغ اضافيه مش معقول انه هيبقى عاوز يفطر في الغرفه هضيف كمان على حساب الفطار ان انا طلعت له الفطار للغرفه لا طبعا هتكون بدون اي رسوم اضافيه وهتكون لمسه طيبه من الفندق. استخدم النزيل حمام السباحة وملاعب التنس وأي خدمات أخرى هي دي اللي يطلق عليها الخدمة إن أنا بوفر له كل الخدمات المتاحة في الفندق وتكون تحت أمر النزيل يلتزم الفندق بتسليم البرقيات والرسائل للنزيل طبعا انا عندي قسم الاستقبال وقسم الاستعلام بمثابه السكرتير الخاص للنزيل يعني بيبقى الموظف ده تحت امر النزيل في كل حاجه جاله طرود جاله برقيات جاله اي رسائل بريديه بيقوم هذا الموظف بتوصيلها للنزيل بكل ترحاب فبيعتبر قسم الاستقبال او قسم الاستعلام بمثابه سكرتير لكل النزلاء عندي في الفندق يبقى تاني الخدمة هي إيه؟ هي إيجار الخدمات، أنا بأجر الخدمات للفند من الفندق للنزيل وبتكون تبع طبعًا الفاتورة اللي أنا قلت عليها إنها بتكون شاملة كل الحاجات، بس في أشياء ما بتدخلش الإيه؟ الفاتورة، طبعًا إن أنا لو طلعت الفطار زي ما اتفقنا للنزيل في الغرفة مش هحاسب على هذا هذه الخدمة البسيطة، طبعًا لو هو استخدم الجراج مش هخليه طبعًا يدفع مبالغ إضافية، لو استخدم حمام السباحة، ملاعب التنس وهكذا، فدي تعتبر حاجات بتبقي من ضمن الخدمات ومن ضمن الاستمتاع اللي بيستمتع النزيل بيه في الفندق هندخل بقى على الفندق والتزاماته احنا اتفقنا ان الفندق ليه التزامات وليه حقوق والنزيل ليه التزامات وليه حقوق. ما هي التزامات الفندق اول حاجه انه بيسلم الشيء المؤجر ما ينفعش طبعا الفندق انه يمنع اي غرفه عن النزيل طبعا انا عندي ال ال الهدف الرئيسي من ان انا ببني الفندق ان انا احصل على ربح فطبعا من البديهي ومن المنطقي ان انا مش هحجب الغرف عن النزلاء طبعا انا هكون بكل ترحاب مقدمه كل الغرف لكل النزلاء وطبعا لا, لا, لا يمكن ان انا احجب هذه الغرف عن اي نزيل يبقى تمكين النزيل من الغرفه المؤجره النزيل جه عندي اجر الغرفه طبعا انا همكنه من هذه الغرفه بكل ترحاب لانه طبعا هيدفع ثمنها على الكامل يضع رقم للغرفه ليه بقى النقطه دي مهمه انا لازم ارقم الغرف طبعا ارقم الغرف بتسهل لي عمليه ان انا. عمليه الغسيل ان انا لما باخد البياضات من الغرف باخد غسيل النزلاء من الغرف فعلي ان انا اخلي الارقام محدده للغرف ما ينفعش ان انا اخلي الغرف كده بدون ترقيم مش هتبقى عمليه تنظيميه سهله لازم ان انا اضع لكل الغرف الترقيم المناسب لها. اتفقنا انه يسلم النزيل المفتاح والبطاقه اللي بتحمل رقمها وقيمه الاجره واهم التعليمات اللي يتبعها ولازم انه ياخد التعليمات ديت في الكارت اول ما بيجي علشان بيبقي علي درايه كافيه بتعليمات الفندق في هذه الاوقات تتم عمليه التسليم عند تاكد النزيل من مطابقه الغرفه للواقع اتفقنا ان النزيل هيطلع الغرفه هيشوفها هيعمل عليها يعني نظره شامله فلو وجد اي عيب في هذه الغرفه فعليه انه يرجع بال ب... انه بينزل الاداره لاداره لل... الفندق وبيطلب انقاص الفاتوره لان طبعا هو اتحرم من خدمه كان لازم انه يستمتع بها يبقى أول حاجة في التزامات الفندق هو تسليم الشيء المؤجر تسليم الشيء المؤجر أنا مش هحجب الغرفة عن النزيل أنا طبعاً فتح الفندق ده علشان أحصل على الأرباح فطبعاً بكل ترحاب بأجر الغرف لكل النزلاء وطبعا لازم اضع ارقام للغرفه علشان دي عمليه تسهيليه في عمليه التنظيف عمليه التجهيز لقسم الاشراف والقسم المغسله لازم يكون الغرفه لها ارقامها المعينه واول ما النزيل بيجي عندي بيأجر الغرفه بديله المفتاح وبديله الكارت اللي بيحصل عليه على كل التعليمات الخاصه بالغرفه من ثمنها من اهم التعليمات من اهم الوجبات من المنيوهات بتاعت الوجبات وهكذا تتم عملية التسليم عند تأكد النزيل من مطابقة الغرفة للواقع أنا دخل الفندق على مستوى معين دخل فندق خمس نجوم يبقى لازم أجد الغرف على هذا المستوى ولو قلت عن المستوى دوت بتبقى يعني مشكلة وما بيرجعش تاني النزيل يتعامل مع هذا الفندق وتكون سمعة غير طيبة للفندق طيب تاني التزام من الفندق أنه بيعمل صيانة للشيء المؤجر طبعا أنا مش هسيب الغرف كده من غير صيانة طبعا لازم يكون في صيانة دورية يعني إيه صيانة دورية زي ما درسناها قبل كده الصيانة الدورية دي إن أنا بعمل إيه مثلا الشهر دوت هعمل صيانة للغرف من واحد لعشرة الشهر اللي بعده هعمل الصيانة من الغرف من عشرة لعشرين وهكذا يبقى أنا بحدد عدد معين من الغرف يتم صيانتها صيانة كافية كامله ولازم لو حاجه مستعجله بعملها طبعا علشان البي كل طلبات النزلاء ويكونوا جايين مرتاحين عندي ويتعاملوا مع الفندق ايه مره اخرى يبقى التزام الفندق بصيانه الشيء المؤجر يجب صيانه الشيء المؤجر اذا اصيب النزيل بسبب عطل بالغرفه عليه ان يرجع على الفندق بالتعويض زي ما اتفقنا ويعمل على انقاذ ثمن الغرفه عشان اعمل على كسب هذا النزيل وبيرجع يتعامل معانا تاني طلب الفسخ عند تعرض النزيل للخطر اتفقنا لو النزيل اتعرض لاي مشكله لاي سرقه لاي تعدي لاي حاجه لا تليق بهذا النزيل فعليه انه يفسخ العقد هيمشي بكل بساطه هينزل هياخد حاجته وينزل فطبعا دي سمعه غير طيبه للفندق فعلى الفندق انه يوفر كل الهدوء وكل الظروف المريحه للنزيل علشان يرجع يتعامل معاه تاني ويكون سمعه طيبه للفندق عدم التعرض للنزيل بما يقلق راحته او اي اعتداء على غرفته طبعا انا عندي في نزلاء كبار السن في نزلاء مرضى في نزلاء وهكذا فلازم اوفر كل الهدوء وعدم المشاجره وعدم الاصوات العاليه وطبعا الغرف بتبقى طبعا في هدوء تام فلازم ان انا اوفر هذا الهدوء لكل النزلاء وما يبقاش في تعدي عليهم باي صوره من الصور. عدم ازعاج النسيل طبعا ويحل عقد الاقامه اذا وجد عيب جوهرى مثل حجزت انا غرفه بحمام وطلعت لقيتها من غير حمام طبعا عليا ان انا افسخ العقد او اطلب بنقص الفاتوره على الفور او مثلا لو انا حجزت في فندق من فنادق الشواطئ في فتره الصيف ان انا عايزه غرفه تطل على الشاطئ وطلعت لقيت الغرفه تطل على الفناء الداخلي عليا ان انا ارجع على اداره الفندق واقول لهم ان انا مش عاجبني الغرفه انا حجزت عندكم غرفه تطل على البحر او الشاطئ وايه وما لقيتش الواقع دوت فعلى على اداره الفندق ان تدارك خطأ خطاها وانها تصلح الخطا دوت وانها تعمل على استرضاء النزيل باي صوره من الصور يبقي كان في التزام للفندق بتسليم الشيء المؤجر دلوقتي ان انا التزام الفندق بصيانة الشيء المؤجر يعني ايه يعني لازم اعمل صيانه دوريه علي طول علي الاشياء اللي ايه في الغرف ان أنا لو النزيل لقى حاجه مش موجوده في الغرفه عليه انه يطلب بالتعويض من الفندق وانه بيعمل على انقاص الفاتوره بتاعته طلع لقى جهاز التكييف عطلان طلع لقى جهاز التليفون عطلان طلع لقى جهاز الـ الـ مثلا اي جهاز من اجهزه الغرفه عطلانه يبقى طبعا كده هو اتحرم من خدمه اتحرم من متعه كان لازم يستمتع بيها فعلى اداره الفندق انها تعمل على تقليل الفاتوره في هذه الاحوال وطبعا طلب الفسخ عند تعرض النزيل للخطر لو لقى النزيل ان حياته معرضة للخطر في هذا الفندق انه تم التعرض عليه تم التعدي عليه انه تم ايذاءه باي صوره من الصور تم سرقته فعلى النزيل هيفسخ العقد وهيطلب بالتعويض للفندق وبالتعويض على الفندق وانه هيسيب الفندق مش هيرجع يتعامل مع الفندق تاني وهتكون سمعه غير طيبه لهذا الفندق يبقى عدم التعرض للنزيل بما يقلق راحته او اي اعتداء على غرفته وعدم ازعاجه باي صوره من الصور وبيحل عقد الاقامه اذا وجد عيب في الغرفه، لو انا طلعت مثلا لقيت الغرفه بتاعتي ما بتطلش على البحر وكان ده طلب من من طلباتي ان انا عايزه غرفه على البحر فوجدت ان الغرفه تطل على الفناء الداخلي، في هذه الحاله طبعا النزيل هيبقى غضبان جدا وهيبقى مش عايز يرجع يتعامل مع الفندق تاني. التزام الفندق بتوفير الخدمة اتفقنا ان النزيل بيجي مش علشان ياخد غرفة وخلاص ده بياخد خدمات اضافية بياخد حاجات يستمتع بيها فلازم ان الفندق يكون ملتزم كل الالتزام بتوفير هذه الخدمة يبقى كانت التزامات الفندق ايه تسليم الشيء المؤجر وصيانة الشيء المؤجر وتوفير الخدمة الكف الكفية للفندق من الفندق ليه لان طبعا انا عندي النزيل بيجي بيبقى متصور ان كل طلباته اوامر لو وجد في الفندق اي اخلال في هذه الخدمه فمش هيتعامل مع الفندق تاني انا عندي في فنادق في البلاد الاجنبيه بتعمل على رضاء النزيل بكل الصور حتى يعني تلميع الحذاء بيصل بيهم الدرجه انهم يلمعوا حذاء النزيل فلازم ان النزيل يجد كل الراحه وكل المتعه داخل الفندق عشان يرجع تاني يتعامل معاه ويعمل دعايه لاصحابه وقرايبه معارفه ان ايه الفندق دوت كان فيه كل الخدمات المتوفره وكل الحاجات اللي كانت بتسترجي النزيل يبقى الخدم ملتزمون بإحضار ما يحتاجه النزيل الاعتناء بسيارته اذا تركها في الجراج أن يلمعوا الحذاء إذا تركوا خارج الغرفة، يبقى أنا بجد في بعض الفنادق إن درجة استرضاء النزيل بتبقى درجة عالية جدا حتى درجة إنه بيلمع الحذاء بتاع النزيل بتكون متوفرة للنزيل، يبقى لازم النزيل بيجد الخدمة الكاملة، بيجد المتعة الكاملة، بيجد كل حاجة بيتصورها ما دام في حدود الآداب وحدود القوانين المتبعة في هذا البلد، يبقى لازم الخدمة تكون متوفرة، أمال أنا هعمل سمعة طيبة إزاي للفندق إلا إذا تم استرضاء النزيل وتوفير الخدمات كل الخدمات اللي بيطلبها تكون مجابة في الفندق بعد كده التزام الفندق بالمحافظة على متاع النزيل نقطة المتاع والأمتعة والحقائب دي نقطة مهمة جدا النزيل طبعا بيجي من بلاد بعيدة أو حتى لو في داخل البلد بيجيب طبعا الملابس بتاعته بيجيب الأشياء الثمينة بتاعته بيجيب كل حاجة هو عايز يجيبها فلازم يكون مطمئن كل الاطمئنان على هذه الأمتعة وهذه الحقائب فمن التزامات الفندق اللي, اللي لازم يكون ملتزم بها كل الالتزام هو المحافظة على هذه الأمتعة يبقى العناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزيل طبعا في بعض الاحوال النزيل لو عنده حاجات ثمينه بيأجر خزنه في قسم الاستقبال تحت في قسم الاستقبال بيأجر خزنه وبيدفع له مصاريف اضافيه علشان بيكون مطمئن في هذه الحاله على كل الاشياء الثمينه بتاعته وبرضك ممكن يستعمل الخزنة اللي في الغرفة بتاعته يبقى أنا عندي نوعين من الخزن خزن خاصة بالغرفة وخزن خاصة بقسم الاستقبال فالنزيل عليه الاختيار يستعمل انهي خزنة وبيكون مطمئن في هذه الحالة على كل الأشياء السمينة اللي جايبها معاه على النزيل اختار الفندق بضياع اي شيء واذا ابطا سقطت حقوقه لو انا مثلا تم سرقتي في هذا الفندق علي ان انا يعني اخطر اداره الفندق في هذه الحاله على الفور اذا ابطات فخلاص يعني الحقوق بتاعتي هتسقط فلازم فور حدوث هذه الحادثه لازم اخطر اداره الفندق واعمل على كل يعني الفندق هيعمل كل ما يجب عمله علشان طبعا يرجع كل الاشياء ديت الى النزيل تسقط دعوه المسافر بالتقادم طب اذا السائح سافر. لو سافر مدة خلاص يعني مدة تصل لسبع شهور أو ست شهور خلاص كده الدعوة بتاعته سقطت وهو اللي أبطأ في الإيه اختار الفندق أنا عندي الوديعة يعني إيه؟ يعني أي شيء يأتي بها النزيل، أي شيء يأتي بها النزيل، ممكن يكون هذه الأشياء تكون مش بتاعته، ممكن تكون بتاعة أبنائه، بتاعة زوجته، ماليش دعوة، الفندق عليه إنه يعمل على الحفاظ على هذه الأمتعة حتى لو ما كانتش بتاعته، فلازم يعمل على الحفاظ على هذه الأمتعة. بعد كده انا عندى الاثبات والمسؤوليه لازم انا عندي اللي هو النزيل لما بيجي يستخدم الخزنه او بيستخدم حتى الخزنه بتاعه الغرفه بتاعته فلازم يعني يعمل كل الالتزامات بتاعته هو خلاص شال الحاجات بتاعته في الخزنه فعلى الفندق انه يعمل على الحفاظ عليها باي صوره من الصور واذا تم سرقه هذا النزيل فعليه ان يخطر الفندق زي ما اتفقنا طب اذا ابطا او اذا سافر خلاص مده ست شهور او سبع شهور سقطت الدعوه بتاعته وما بيبقاش ليه اي حق في المطالبه بحقوق بعد كده في نقطه مهمه وهي نزول القاصر للفندق يعني ايه نزول القاصر انا عندي ساعات بتبقى افواج افواج سياحيه بتبقى طلبه من طلاب المدارس او الجامعات فيهم طبعا القاصر اللي هم اقل من السن القانوني. ما اي هويه او اي اثبات شخصيه فعلى الفندق انه بيعمل على انه بياخد الافواج دي ما تكون تبع واصي او شركه سياحيه يعني انا خلاص ضمنت المجموعه دي هي سنها صغير فعلا بس خلاص الشركه السياحيه اللي بعتها لي هي تعتبر بمثابه الواصي او الضامن فانا على الفور هستجيب لهذه الافواج وهسكنها عندي اما لو جالي قاصر بس من غير اي واصي عليه او اي شركه تابع ليها ففي هذه الحاله هيرفض الفندق انه يسكن هذا القاصر عنده لان طبعا عندي قوانين بايه بيتبعها الفنادق في هذه الحاله يبقى اذا نزل القاصر في الفندق لازم يقوم بدفع المصروفات الاقامه بتاعته دفعه واحده يبقى انا عندي الاعراف والقوانين بتاعت الفندق بتقول لو القاصر دفع كل الفواتير بتاعته دفعه كامله خلاص ممكن الفندق في هذه الحاله انه يسكنه لكن لو جه وتباطا في الدفع خلاص هو الفندق هيرفض ايه انه يسكنه عنده اذا كان تابع شركه سياحيه زي ما اتفقنا انا عندي افواج سياحيه بتجيني عن طريق الجامعه عن طريق المدارس بتبقى في شركات سياحيه ضامنه لهذه الافواج او هذه المجموعات فعلى الفور الفندق بيستجيب وبيحجز لهم وخلاص بتعتبر الشركه السياحيه بمثابه الواصي وبتبقى العمليه امان وما بيحسش الفندق باي نوع من انواع الخطر طيب التزامات الفندق القانونيه اذا وقعت السرقه من صاحب الفندق طبعا انا عندي ممكن الفندق يحدث فيه سرقات متعدده طب ممكن يكون صاحب الفندق ليه يد في هذه السرقات طبعا ممكن في هذه الحاله طبعا هيقوم النزيل برفع دعوه على الفندق وهيكسبها طبعا لانه اثبت ان حاجته تم سرقتها في الفندق اثناء الاقامه بتاعته. ان يكون الشيء المسروق قد سلم بصفته يعني ايه انا خلاص انا شلت حاجتي عندكم انا خلاص اثبتت ان الخزنه دي بتاعتي اللي هي في قسم الاستقبال او في الغرفه حتي اللي انا حجزتها فكده خلاص انا سلمت اشيائي للفندق فعلى الفندق ان يحتفظ على هذه الامتعه والاشياء الثمينه وان يحافظ عليها كل المحافظه واذا تم سرقتها فيعتبر كده صاحب الفندق او الفندق نفسه هو اللي اهمل في المحافظه على هذه الامتعه. الحالات القانونيه التي يتم الابلاغ عنها في حالات قانونيه لازم الفندق ما يبطاش في الابلاغ عنها اذا تم ولاده مولود اذا تم مرض اي نز... يعني تم حدوث مرض لاي نزيل من النزلاء اذا تم وفاه نزيل من النزلاء كل هذه الحالات لازم الفندق لا يتباطا او لا يعني ما ينفعش انه يهمل في الابلاغ عن هذه الحالات يبقى اول حاله كانت الميلاد إذا قصر الفندق في التبليغ عليه وقعت غرامة قانونية طبعا عندي لو أنا خلاص أنا صاحبة الفندق وتم ولادة مولود عندي فعلى الفور أني أبلغ الجهات المنوط بيها لازم أبلغ إن تم ولادة مولود عندي في الفندق علشان معرضش نفسي للعقوبة أو الغرامة اتنين المرض يتم عزل النزيل مع تعقيم كل الاشياء الخاصه به انا لو لقيت مثلا مريض عندي في الغرف غرفه فلانيه فيها مريض طبعا لازم اعمل كل العنايه كل الاستعناء بهذا النزيل وطبعا لو ممكن انقله المستشفى هنقله وفي هذه الحاله يتم فسخ العقد طبعا يبقى هي دي الحالات الضروريه او الطريقه اللي بيفسخ فيها العقد الاقامه وطبعا لازم اطلع يعني اعمل على كل تعقيم الغرفه حتى ان انا ما ينفعش ان انا اعرض الملايات والبيضات وكل الحاجات دي الى الشمس او في النوافذ ليه لان منع انتشار الامراض ومنع انتشار الجراثيم فلازم اتعامل مع هذه الغرفه التعامل المناسب حتى لو الغسيل بتاع هذه الغرفه لا يمكن ان انا اغسله في المغسله مع باقي الغسيل فطبعا هحجبه هعمل له هو العنايه الخاصه بيه والتعقيم الخاص بيه ثلاثة الوفاة إبلاغ الفندق عن أي حالة وفاة إبلاغ الشرطة طبعا في هذه الحالة لا يتباطأ أبدا الفندق في الإبلاغ عن حالة وفاة وإذا كانت الوفاة طبعا لها ملابسات لازم يبلغ الشرطة ولازم يبلغ الكيهات المسؤولة فور حدوث هذه الوفاة يبقى انا كان عندي حالات قانونيه لازم الفندق ما يتباطاش في الابلاغ عنها كان واحد الميلاد اثنين المرض ثلاثه الوفاه الميلاد اذا قصر الفندق في التبليغ وقد عليه غرامه قانونيه اثنين المرض يتم عزل النزيل مع تعقيم كل الأشياء الخاصة به لا يتم تنظيف الغرفة إلا بالمحلول المعقم عدم إرسال الغسيل قبل التعقيم وعدم وضع أي بيضات على النوافذ ونقل المريض من الفندق ويتم فسخ العقد في هذه الحالة بضرورة قهرية ثلاثة الوفاة إبلاغ الفندق في أي حالة وفاة وإبلاغ الشرطة عن هذه الحالة زي ما اخدنا الالتزامات ناخد الامتيازات زي ما عرفنا ان الفندق ليه التزامات كان ليه طبعا امتيازات يعني حقوق ما هي بقى حقوق الفندق هي المبالغ المستحقه لصاحب الفندق من اجر الاقامه في ذمه النزيل ممكن بعض النزلاء يتباطؤوا في دفع الايه الفاتوره فعلى صاحب الفندق اتخاذ الاجراءات اللازمه يبقى لازم من الامتيازات بتاعته او من حقوقه البسيطه انه بياخد اجر عن الغرفه اللي انا حجزتها للنزيل ما ينفعش النزلاء يتباطؤوا ما ينفعش النزلاء ما يدفعوش الايه المبالغ اللي عليهم اتنين الامتياز على الامتاع حتى لو كانت غير مملوكه للنزيل يعني ايه الامتياز على الامتاع ان انا دلوقتي وجدت ان النزيل مش عاوز يدفع يبقى هعمل ايه في هذه الحاله ان انا هحجز على الامتعه بتاعته حتي لو كانت الامتعه بتاعته دي بتاعت زوجته بتاعت ابنائه بتاعت اي حد من قرايبه فخلاص هو دخل الفندق بهذه الامتعه فعليا ان انا احجز عليها في حاله واحده وهي التباطؤ او الامتناع عن دفع الفاتوره النزيل خلاص قالي انا مش هدفع ففي هذه الحاله هعمل ايه ايه اللي يعني بيبقى الحاجه الضروريه اللي اعملها في هذه الحاله ان انا بحجز وايه بعمل امتياز على الامتعه إذا أخرج النزيل بعض الأمتعة دون علم الفندق إلى فندق آخر فإن امتياز الفندق يكون بالأسبقية في التاريخ طبعا بيجيني بعض النزلاء ويمشوا وياخدوا بعض الأمتعة بتاعتهم ويروحوا يحجزوا في فنادق تانية اعتقادا منهم إنهم بيهربوا في هذه الحالة أنا عليا طبعا الفندق الأسبق في التاريخ يعني أنت حجزت عند أي فندق في الأول طبعا التاريخ في هذه الحالة بيكون هو الحاجه المميزه ان بيخلي الشرطه بتمكن الفندق الفلاني من الامتياز على هذه الحقائب بيكون عن طريق التاريخ يعني انت حجزت عند اي فندق في الاول يبقى الفندق الاولاني هو اللي هيتم عليه الاحتفاظ والامتياز على الامتعه إن امتياز الفندق يشمل كافه الامتعه والاشياء التي يحضرها النزيل حتي وان كانت مملوكه للغير انا ماليش دعوه انا كاداره الفندق لقيت ان النزيل الفلاني جايب الحقائب ديت وجايب الاشياء ديت خلاص تعتبر مملوكه للنزيل حتي وان كانت مملوكه للغير انا ماليش اي علاقه لان النزيل هو اللي جه وقال ان الحاجه دي بتاعته يشترط لامتياز الفندق وقود حيازه للامتاع ولو حاول رجال الشرطه رفع هذه الحيازه يترتب عليها يفقد الفندق امتيازه علي الأمتعة. في حاجات بتبقى ضروريه الشرطه بتستولي عليها ليه لان ممكن يكون خلاص النزيل اثبت عليه ان هو سارق لهذه الامتعه ففي هذه الحاله الشرطه هي اللي هتاخد الامتعه وليست الفن... وليس الفندق يبقى الفندق في هذه الحاله خلاص بقى ضعيف في هذه النقطه مش هيقدر يحتفظ او يعمل امتياز على الايه الامتعه اذا عاد النزيل للفندق فان الامتعه الحاليه لا تضمن المره السابقه اذا تم اعاده نزول النزيل دوت عندي ثاني في الفندق. فطبعا المره الثانيه دي الامتعه بتاعته بتكون غير ضامنه للمره الاولى انا خلاص المره الاولى رفعت عليك دعوه وعايزه الايه الفاتوره بتاعتي وعايزه المبالغ بتاعتي فبتكون الامتعه مش ضامنه للمره السابقه بتكون ضامنه للمره الحاليه يفقد الفندق امتيازه اذا باع النزيل امتعته طب انا عندي بعض النزلاء بيكونوا اذكياء ممكن يبيعوا الامتعه بتاعتهم بيبيعوا الاشياء بتاعتهم اعتقادا منهم انهم خلاص يعني مش هيدفعوا ومش عايزين الفندق يستولي على الامتعه بتاعتهم ففي هذه الحاله الفندق خلاص فقد هذا التميز بتاعه او الامتياز بتاعته فمش هيقدر يستولي على اي حاجه لان خلاص النزيل باع هذه الامتعه يبقى كان امتيازات الفندق هي المبالغ المستحقه لصاحب الفندق عن أجر الإقامه في ذمة النزيل، الامتياز على الأمتعه حتي لو كانت غير مملوكه للنزيل اذا أخرج النزيل بعض الأمتعه دون علم الفندق الي فندق اخر فإن امتياز الفندق بالأسبقية في التاريخ، إن امتياز الفندق يشمل كافة الأمتعه والأشياء التي يحضرها النزيل حتي وان كانت مملوكه للغير دون علم الفندق. يشترط لامتياز الفندق وجود حيازة للأمتعة ولو حاول رجال الشرطة رفع هذه الحيازة يترتب عليها يفقد الفندق امتيازه على الأمتعة إذا عاد النزيل للفندق فإن الأمتعة الحالية لا تضمن المرة السابقة ويفقد الفندق امتيازه إذا باع النزيل أمتعته الجزء اللي بعد كده وهو تابع الامتيازات أنا عندي لازم امتيازات الفندق تكون كافيه لأيه للثمن بتاع الغرفة يعني انا لازم اشوف النزيل لو داخل عندي بدون اي حقائب او امتاع او اشياء هشق في هذا النزيل ممكن امتنع عن ان انا امكنه من الغرفه ليه لانه خلاص داخل عندي ممكن يعني ما ما يدفعش ثمن الغرفه فهي... يعني هيدخل اداره الفندق الشك والريبه من هذا النزيل فممكن الامتناع عن تاجير الغرفه للنزيل اللي هو بيدخل عندي بدون اي حقائب او امتاع لكن ممكن اداره الفندق تخليه يدفع يوم بيوم في هذه الحاله لانه مش جايب الامتاع اللي بتكفي انه يستولى عليها الفندق فى حاله عدم الوفاء بالإيه؟ بالاجر ستة إلزام النزيل بوضع الأمتعة في الفندق تكفي لأجرة الفندق ولكن يعفى إذا اتفق على إعفائه من وضع الأمتعة إذا قدم تأمين يعني ممكن النزيل لو مش جايب الأمتعة بتاعته أو الحقائب بتاعته ممكن يقدم لي تأمين يعني مبلغ في الأول ويقول إن دوت مبلغ علشان الفندق ما يحصلش ليه ريبة أو خوف من هذا النزيل أو يدخل الشك في قلب الفندق فلازم إنه يدفع مبلغ يعتبر اسمه تأمين. او اذا عجلت الاجره ان هو يدفعها يوم بيوم في هذه الحاله هيوافق الفندق انه يسكن النزيل بدون امتاع او حقق حق الحبس حبس المنقولات وفاء للدين واذا نقلت بدون علم الفندق عليه ان يحجز عليها خلال 30 يوم من نقلها يبقى انا عندي الف... النزيل اللي بيعمل نفسه اسكى من الفندق هو بياخد الاشياء بتاعته وبياخدها لفندق اخر فان الفندق الاسبق في التاريخ بيحجز عليها مده 30 يوم من نقلها يبقى من حق الفندق انه بيحجز عليها حتى لو كانت في مكان اخر خلال 30 يوم الحجوزات التي وقعها الفندق اذا فقد الفندق حيازته كان عليه ان يخفض او يعمل حجز استحقاقي يعني ايه انا دلوقتي الفاتوره كبيره على نزيل والنزيل قال لي انا مش هدفع فممكن في هذه الحاله اداره الفندق تعمل تخفيض بسيط علشان تكسبه وتكسب المبلغ دوت باي صوره من الصور وما تخسرش كل المبلغ وممكن تعمل الحجز الاستحقاقي انها تعمل على حجز الامتعه زي ما اتفقنا يبقى لازم النزيل عندما يدخل الفندق لازم يكون معاه الحقائب والامتعه الخاصه بيه علشان الفندق يكون مطمئن انه اذا تباطا في دفع الفاتوره فعلى الفندق ان يحجز على هذه الامتعه وفاء للدين وطبعا لو الفندق تباطأ في الدعوه على النزيل مده سنه خلاص او مده ستة شهور خلاص يبقى كده تباطأ في حقه فالفندق نزلت حقوقه وهو تباطأ في الحقوق بتاعته فخلاص النزيل مش هيدفع اي شيء طيب ما هي بقى حقوق النزيل احنا اتفقنا ان الفندق عليه التزامات وليه امتيازات طيب نيجي بقى للطرف الثاني وهو النزيل ما هي حقوق النزيل؟ حقوق النزيل باعتباره ساكنا وحقوق النزيل باعتباره نزيلا. يبقى انا عندي النزيل ده ممكن اعتبره ساكن ممكن اعتبره نزيل طب لو ساكن هيعتبر ايه لازم حقوقه تكون الاقامه المريحه لازم حقوقه تكون في صيانه السكن اتفقنا انه لو طلع الغرفه لقى فيها شيء معطل لازم اداره الفندق تعمل الصيانه الكافيه وتعمل على كل الاستعداد انه بيعمل على الصيانه الكافيه لهذا الجهاز علشان بيسترضي النزيل بكل صوره من الصور يبقى احنا النهارده اخذنا جزء كبير من المنهج وهو تعريف عقد الاقامة وما هي القوانين التي تناولت عقد الاقامة وما هي اركان عقد الاقامة وما هو تحليل عقد الاقامة وانتقلنا الى التزامات وامتيازات للفندق وكنا يعني تداركنا فيها بصوره كافيه وان شاء الله المره الجايه نكمل بقيه موضوع عقد الاقامه وهو موضوع شيق ويعني بيفيد جزء كبير من الجمهور واتمنى كل التوفيق والنجاح لطلبه وطالبات الصف الثالث الفندقي والى اللقاء.